هلا معكم اخوتي، نحن بالاحد الاخير من زمن الروح القدس، زمن العنصرة. الكنيسة اختارت لهالاحد انجيل الفريسي والعشار. الفريسي والعشار طلعوا يصلوا بالهيكل. الفريسي كان عم بدق على صدره ويعترف انه هو قدام الرب عم بيربحوا منية لكل اعماله التقوية، من صوم، من صلاة، من إيماتات. بينما بنشوف بالمقابل العشار عم بيعبر عن توبة، عن ندامة، عم بيعبر عن انصحاك قدام الرب، عن عدم استحقاق للصلاة يلي عم بيقوم فيها أمام الرب بالهيكل. أخذت أنا عنوان لكلمة الأحد، أخذت عنوان الكبرياء الروحية. الكبرياء الروحية واضحة كتير هالخطية بهالمثل. عم نشوف كيف الفريسي عم بيتصرف بكبرياء، باعتداد بالنفس، باستعلاء على الآخرين، وكأنه ضمن السماء من خلال صلاته وتكشفاته، من خلال أعماله الخيرة. بينما بالمقابل منشوف العشار يلي عم بيعيش التوبة بالصلاة يلي رفعته وانقبلت صلاته. الكبرياء الروحية هيدي خطية أوقات منوقع فيها عن قصد أو بعفوية، لما نحن مننظر بهالنظرة الدنية للآخرين، لما نحن نعمل اعتداد بالنفس أنه نحن القديسين، نحن الكاملين، وغيرنا هو الخاطئ، لما منكون عم نعمل هالمقارنة. بالوقت يلي الكنيسة بتعلمنا الصلاة هي صلة مع الرب، هالصلة بتخليني أنا أعيش بفرح بسلام. المشاركة بالقديس، أنا عم بتناول الرب تحت شكلي الخبز والخمر، يسوع عم بيدخل إلى حياتي، عم بيعطيني نعمة الاتحاد فيه، أنا عم بستفيد من الصلاة من خلال هالتواصل، أنا عم بستفيد من القديس من خلال الحضور الإلهي بحياتي. كيف بدي ربح الله مني؟ أنا لازم أعيش حالة الشكر الدائم على نعم الرب الفياضة بحياتي، الكان بسر المصالحة، بسر التوبة، أو لما عم بيعطيني زيته بالقربين المقدس تحت شكلي الخبز والخمر. مشان هيك ما فينا ننظر النظرة الدنية للآخرين، نصنف حالنا نحن وكأننا ضامنين السماء بينما الآخرين هن بعيد عنا. يسوع بيقلنا الأولون آخرون والآخرون أولين. فإذا بدنا ننتبه، حسابات ربنا غير حساباتنا، حتى ما نخسر نحن اللقاء مع الرب، حتى ما نخسر الخلاص يلي ربنا وعدنا فيه، ما لازم نحن نستسلم لهالخطية بحياتنا، حتى ما تكون هالخطية لدينونتنا بيوم الدينونة. نسمع من ربنا لا سمح الله: ابتعدوا عني يا فعلة الاسم، لأني لا أعرفكم. بهالأحد المبارك الزودي يلي لازم ناخدها إن نبتعد عن هالخطية. هذا الاعتداد الروحي أو الكبرياء الروحي هي خطية، لازم نحن نبتعد عنها، ناخد الثمرة من هالإنجيل، من هالمثل، أن نصلي كالعشار بروح انصحاك، بروح توبة، بروح تسليم كامل للإرادة الإلهية. داش حلو نقول نحن مع قائد المئة كل مرة بدنا نجي نتناول الأربين: لست مستحقا ولا مستاهلا أن تدخل تحت سقف بيتي. داش حلو يا الصلاة أن نصليها دايما ببداية صلاتنا، ببداية قديسنا، عند المناولة، حتى نعبر كما عبر العشار عن هالعدم الاستحقاق، عن هالضعف البشري، وعن عمل نعمة الله بحياتنا، هالنعمة المجانية يلي ربنا بفيدها على الأخيار وعلى الفجار. ربنا يعطينا النعمة حتى نعرف ناخذ من كلمة الله الزوادة الروحية يلي بتعطينا التقدم بهالمسيرة مع الرب. آمين.